NIS, l'école française. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من المشتقات العاملة، وهو درس صيغ المبالغة. النهاردة هناخد صيغة المبالغة وأعمالها. قبل كده خدنا اسم الفاعل، أول درس في المشتقات وأعماله. النهاردة بناخد صيغ المبالغة وأعماله. هنشوف القطعة اللي قصادنا دي. المؤمن حمال المكروه، صبار على الأذى، سباق لتقديم المواساة، إنه المقدام في الحرب، وهو مضياف في منزله للجميع، ولا حريص على تقديم العون والمساعدة إلا المؤمن، وهل كسوب حب الناس إلا المؤمن؟ فاستفد من مؤمن صدوق في أقواله وأعماله لتفوز في دنياك وأخراك. طبعا الكلمات اللي تحتها خط دي هي صيغ المبالغة. قبل كده خدنا في الإعدادي أوزان صيغ المبالغة وحفظناها، اللي هم أشهر 5 أوزان: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. هنبص بقى على الأمثلة اللي في القطعة دي. المؤمن حمال المكروه، صبار على الأذى، سباق لتقديم المواساة، إنه المقدام في الحرب، وهو مضياف في منزل الجميع، ولا حريص على تقديم العون والمساعدة إلا المؤمن، وهل كسوب حب الناس إلا المؤمن. نكمل. وما كذب إلا المنافق، فاستفد من مؤمن صدوق في أقواله وأعماله. هنبص بقى على التعريف بتاع صيغ المبالغة من خلال الشرح. المؤمن حمال وسباق وصبار، كل ده قريناه قبل كده، وكل دي صيغ مبالغة. صيغ المبالغة دي كلها صيغ مبالغة من فعل ثلاثي. يعني عندي حمال صيغة مبالغة على وزن فعال من فعل حمل، صبار صيغة مبالغة من فعل صبر على وزن فعال، سباق على وزن فعال من سبقة، مقدام على وزن مفعال من أقدم، مضياف على وزن مفعال من ضاف، حريص على وزن فعيل من حرص، كسوب على وزن فعول من كسب، صدوق على وزن فعول من صدقة، كذب على وزن فاعل من كذبة. لو بصينا بقى على الصفات دي أو الأسماء دي هنلاقيها مشتقة كما يأتي. أول حاجة هنبص عليها حمال من حمل زي ما قلنا، وصبار من صبرة، وسباق من سبقة، أو حمال حملة قصاد عينينا أهو عشان نبقى شايفينها، صبار صبرة سباق سبقة، مقدام أقدم المفروض، حريص حرص، كسوب كسب، صدوق صدق، كذب كذب. السمة اللي شفناها كلها كلهم أفعال ثلاثية، ما عدا طبعا مقدام فعله أقدم. هنا المفروض فيه ألف عليها همزة، لأن صيغة المبالغة بتيجي من الثلاثي إلا في بعض الأفعال المعينة، وهي تعني من الفعل مع بيان، تعني من فعل الفعل مع بيان الدرجة اللي هي الكثرة أو القوة، بخلاف اسم الفعل الذي يدل على من فعل الفعل فقط. صوغها طبعا ل5 أوزان اللي هي احنا المفروض حافظينهم: فعال زي ما احنا شايفين، مفعال، فعال ومفعال، وفعيل، وفعول، وفاعل تاني، فاعل، فعول، فعيل، مفعال، فعال. دي أوزان صيغ المبالغة.
ودي أشهر 5 أوزان لسياق المبالغة، اللي هي فعال ومفعال وفعيل وفعول وفاعل. لازم دول حفظ يا جماعة، ما اقدرش اطلع صيغ المبالغة من غير ما احفظ ال5 أوزان اللي قصادي دول. اشتق صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي المتصرف، وفي كلمات زي معطاء صيغة مبالغة، ومغوار على وزن مفعال، ومقدام ومعوان وبشير ونذير، كل دول من أفعال غير ثلاثية. فمعطاء من أعطى، ومغوار من أغارة. طب لو قلنا معوان من أعانة، وبشير من بشرة، ونذير من أنذرة، وهكذا. يبقى في بعض الأفعال اللي بتخرج عن القاعدة، لأن صيغة المبالغة بتشتق من الفعل الإيه؟ الثلاثي، إلا الخروج عن القاعدة في معطاء ومغوار. طيب يبقى الخلاصة بقى، تشتق صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي المتصرف، ووردت أيضا من الفعل غير الثلاثي زي ما شفنا قبل كده. أوزان صيغ المبالغة اللي هي فعال مفعال فعيل فعول فاعل. طبعا في فعل كذب ويقظ وحذر وفطن، من أشهر صيغ المبالغة اللي بتيجي في القطعة. طيب الإعمال بقى بتاع صيغ المبالغة، زي ما قلنا، إعمال اسم الفاعل بألف ولام يعمل مطلقا، ولو نكرة منون يعمل بشرطين، اللي هو حال والاستقبال، ويعتمد على مبتدأ وموصوف ونفي واستفهام. نفس الشروط بالظبط. في الحالة دي هقدر أشيل في الأمثلة اللي فاتت اللي قبل كده، زي ما شوفنا في الأول خالص الأمثلة عندي، هقدر أشيل حمال وصبار وسباق، والمقدام ومضياف وحريص وكسوب، وأقدر أشيل كمان كذب وصدوق وأم جاي، وأحط بدلهم الأفعال بتاعتهم وأشوفها هتعمل عملها ولا لا. يعني بدل المقدام أقول الذي يقدم، المؤمن بدل حمال أقول يحمل، بدل صبار أقول يصبر، بدل مضياف أقول يضيف، بدل حريص أقول يحرس، بدل كسوب أقول يكسب، بدل كذب أقول يكذب، بدل صدوق أقول يصدق، وأشوف المعنى بتاع الكلام على إيه. نفس المعنى، الذي يقدم في الحرب، المؤمن يحمل المكروه، يصبر على الأذى، يضيف في منزله الجميع، يحرص على تقديم العون، يكسب حب الناس، يكذب ما يكذب إلا المنافق، استفد من المؤمن يصدق في أقواله. وبالفعل كده صيغ المبالغة كانت تعمل معنى فعلها، عمل فعلها في المعنى، وأكيد هتعمل عمل فعلها في الإيه، في التأثير فيما بعدها. صيغ المبالغة بقى المحلاة بقى تعمل مطلقا زي اسم الفاعل، والمنونة اللي هي النكرة المجردة من قال تعمل أن تدل على الحال والاستقبال زي اسم الفاعل بالظبط، وأن تعتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. وصيغ المبالغة سواء المحلاة بقال أو المنونة المجردة من قال ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، يعني اللي وراها يا يعرب فاعل يا يعرب مفعول، يا يعرب فاعل يا يعرب إيه مفعول. نبص على الأمثلة اللي قلناها قبل كده في الأول خالص ونشوف. يعني مثلا المؤمن حمال، حمال دي نكرة صح؟ أه، قبلها مبتدأ، يبقى تعتمد على المبتدأ، يبقى يحمل هو المكروه، يبقى المكروه مفعول به لصيغة المبالغة. صبار على الأذى، هنا في فاعل ضمير مستتر، يصبر هو، خلاص. سباق برضو يسبق هو. إنه المقدام معتمد على مبتدأ، المفروض هنا الهاء دي اسم إن، وقول في الأصل اسم إن كان مبتدأ، فمعتمد على مبتدأ. وغير كده هي فيها ألف ولام أصلا، يعني هي ألف ولام فتعمل مطلقا، ألف واللام دي بتخليها تعمل إيه مطلقا. يبقى اللي وراها برضو جار ومجرور، يبقى هنا الفاعل مستتر، وهو مضياف برضو في منزله، يبقى الفاعل برضو مستتر، ولا حريص الفاعل مستتر. طب هنا كسوب يكسب هو حب، يبقى هو حب هنا مفعول به لصيغة المبالغة. وصدوق برضو مستتر، وما كذب إلا المنافق، يكذب المنافق، هشيل ما وإلا لأن ده أسلوب استثناء، يبقى كذب يكذب المنافق، المنافق هتبقى فاعل لصيغة المبالغة، يبقى هنا بتعمل عمل فعلها صيغ المبالغة. طيب نشوف بقى القاعدة بتاعتنا. صيغ المبالغة تشتق من الفعل الثلاثي وتدل على الكسرة والقوة، أما اسم الفعل يدل على من فعل الفعل أو اتصف به فقط. طب تشتق صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي القابل للتفاوت، يعني وأحيانا غير الثلاثي زي معطاء. أوزان صيغ المبالغة زي فعال ومفعال وفعيل وفعول وفاعل. طيب نكمل بقى بقية القاعدة بتاعتنا. تعمل صيغ المبالغة عمل الفعل ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، أو مفعولين لو الفعل بيدل على صيغة على الأفعال اللي بتنصب مفعولين. يعني أقول إيه، ما مناح أخوك الفقيرة صدقة، ما هي نفي، مناح صيغة مبالغة نكرة على وزن فعال، مناح فعال، أخوك هتبقى فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، الفقيرة مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به أول،
صدقة مفعول به تاني منصوب بالفتحة لأن الفعل منح بينصب مفعولين، وهنا صيغة المبالغة عملت لأنها نكرة تدل على الحال والاستقبال وتعتمد على نفي ومنونة، والمجردة من قال تعمل بشرط أن تدل على الحال والاستقبال زي ما قلنا، ويسبقها نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف. وزي ما احنا شفنا أن صيغة المبالغة زيها بالظبط زي اسم الفاعل في العمل، ولكن اسم الفاعل هفكر تاني من الثلاثي على وزن فاعل ومن غير الثلاثي ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، أما صيغ المبالغة ليها 5 أوزان لازم نحفظهم: فعال مفعال فعول فعيل فاعل، فعال مفعال فعول فعيل فاعل، مش هزهق برضه: فعال مفعال فعول فعيل فاعل. حفظنا ال5 أوزان دول، هبتدي أطلع من القطعة أي وزن من الأوزان دي، وبعد كده أشوف شروط العمل: هل فيها ألف ولام؟ يبقى تعمل مطلقا. ما فيهاش ألف ولام يبقى تعمل ولكن بشرطين. النكرة طبعا هي منونة يعني ما فيهاش ألف ولام. الشرط الأول بقى دل على الحال والاستقبال يعني مفيش حاجة تدل على المضي، تاني حاجة تكون معتمدة على مبتدأ أو موصوف أو نفي أو استفهام زي ما وضحنا قبل كده. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الخامس من دروس المنهج عندنا في الترم ده، وهو صيغ المبالغة وإعمالتها، ونقص لنا في أعمال المشتقات إعمال اسم المفعول، وهو الدرس الثالث في أعمال المشتقات والسادس والأخير في منهجنا في الفصل الدراسي الأول، وهنستعرضه إن شاء الله في الحلقة القادمة من توضيح شرح دروس النحو في الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي. والسلام.